غير ان اهم التطورات التي شهدتها قناه السويس منذ تاميمها عام 1956 كان القرار الذي اصدرته سيادتكم بحفر قناه السويس الجديده بطول 72 كيلو متر لتحقق انجازا تاريخيا يسمح للسفن باختصار زمن العبور من 22 ساعه الى 11 ساعه فقط. كما اتضحت ثماره المباشره في تحقيق قناه السويس لزياده متواصله في الايرادات وصولا لتحقيق اعلى ايراد سنوي في تاريخها وذلك في العام المالي المنقضي 21-22. الحقيقه يا فندم ان بمرور 66 سنه منذ تاميم قناه السويس عدى في قناه السويس اكثر من مليون سفينه وحموله صافيه اكثر من 30 مليار طن وايرادات الرسوم اكثر من 134 مليار دولار. حركه الملاحه خلال 21-22 أعلى برضه معدل في إعداد السفن 22,000 سفينة بزيادة 16% عن العام السابق والحمولة 1,320,000,000 مليون طن بزيادة 11% عن العام السابق والعائد بالدولار 7 مليار دولار بزيادة 19% عن العام السابق. مقارنة برضه احنا بنتكلم عن إن الإيرادات فعلا بتزيد كل شهر وكل أسبوع وكل يوم عن اللي قبله وده احنا لو هنقول الأسباب أساسه حقيقة يعني كلمة للتاريخ قناة السويس الجديدة لأن لولا قناة السويس الجديدة احنا كنا هنبقى في مشكلة حقيقية بالنسبة لتصنيف القناة فاحنا بنعتبر أن قناة السويس الجديدة هي طوق النجاة للقناة اللي تم بافتتاحه سيادتك 2015. حقيقة في أغسطس برضه 21 عدى 1884 سفينة وفي أغسطس برضه 2125 في 22 وفي 21 1884 بزيادة حوالي 13%. ال 22 الحموله كانت 127.8 بزياده 16% عن العام السابق والعائد بالدولار كان 7 مليار طبعا بزياده حوالي 16% عن العام السابق.